بسم الله الرحمن الرحيم. أتمنى أن يأتي ذلك اليوم الذي نجد فيه أمة الإسلام موحدة وموحدة، تعيش في أمن وأمان وفي سلم وإسلام، تنتشر بين أفرادها الأخوة والمحبة، تختفي فيها الضغائن والأحقاد. لما كل هذا الخلاف؟ لما أمتنا مشتتة؟ لما أمتنا تقاد ولا تقود؟ يا الله، نتضرع إليك في هذا اليوم المبارك من أيام رمضان أن تجمع شمل الأمة، وأن توحد صفها، وأن تجعل المحبة بيننا، وأن تطرد الشيطان من بيننا. محبكم ومحب الخير لهذه الأمة، مهاجري زيان.